هاي فيوان، اليوم نجدكم فيديو جديد من مافز رسوم بريس. واليوم يا أصدقائنا سباقة فلنوان، اليوم راح أقول لكم على كل أسار اللي صارت بتحديث تحديث البرات. يب البرات. فاليوم يا أصدقاء راح أسوي فيكم على كل الأسار اللي صارت بس نزل هذا التحديث. حرفيا صارت أشياء البعض منكم ما ركز عليها أو ما درى بها بالأصح، يعني أو ما انتبه لها. فاليوم كل راح أقول لكم إياها، فلذلك شاهدوا الفيديو للنهاية وحطوا لايكاتكم وشاركوا القناة. تعالوا خلونا نبدأ بأول شيء. أنا صراحة كلش عجبني، فا أوكي. طبعا شو رايكم بالستايل هذا؟ الستايل يعني مو من تحديث البرات، يعني ملابس مو منها، يعني شلون طقمت عرفتوا الفكره؟ بس الحذاء يا اصدقائي من عنده والشعر، فيا احس انه طلع حلو اللون. اصلا اللون الاخضر والاسود ما كنت ادري انه هو راح يطلع بهذا الجمال صراحه بتحديث البرات، يلا عرفت. ويب هسه خلونا يا اصدقائي نبدا باول شغله ويانا راح تخص البلوزات. احنا حاليا عندنا هاي البلوزات وكم بلوزات للبنات، ولكن اكو بلوزه صراحه انت تحب استخدمها بس دريسون بارس ما كانوا خلونا نستخدمها في قسم الاولاد. لكن حاليا من نزل التحديث خلونا يا اصدقائي نقدر نستخدم هاي اصلا بلوزه، يعني تلوق للبنات ولا الاولاد، فحاليا راح نقدر نستخدمها اخيرا. فتعالوا خلونا نجربها لان هي ملابس يعني او بلوزه كلش حلوه. شايفين هاي؟ هاي ما كنا نقدر نستخدم البلوزه مالتها، فتعالوا خلونا نستخدمها هسه. يا نتسو دا تشوفون، واو صدق استخدمتها، شوفوا واو حلوه حبيتها لان هي شلون يعني نقول عريضه عرفتوا، يعني نايس واو، يعني مو لزق على الجلد، لا كلش حلوه. هاي راح نقدر نستخدمها، تعالوا خلينا نسويها على شكل برات. فتعالوا نسوي مثلا لها اشكال جديده من هذه. ثواني ايش استخدم هنا؟ ما ادري، يمكن راح استخدم هذا. ويت ما متاكده شو ممكن اختار، يمكن راح اختار هذا ولا شيء اسود. يب هذا حسه حلو. وهنا شو راح نستخدم؟ مثلا اطار يعني كذا لونه. ويت خلي غمق اللون، خلي غمق اللون لانه حسه راح يصير احلى لو غمقت اللون. واو صراحه كلش حلوه، حبيت البلوزه يا اصدقائي تجنن. اخيرا صوروا بنات يقدرون يستخدموها، صراحه كلش انا احب هاي البلوزه لانه شكلها مميز نفس ما تشوفون. تعالوا نضيف لها شويه اكسسوار. اوكي فتعالوا خلونا نجرب شنو عندي هنا. انا عندي هاي اخليها باللون الابيض، يا حلو. ولحظه الشيء الثاني اخليه مثلا اخضر او اسود او ما ادري، راح اخليه هيك. هاي كان اسود بس ما احس اقتنعت فيه. المهم نفس ما تشوفون هيجي صارت. والله صراحه يعني البلوزه كلش عجبتني وحسيت انه كلش حلوه، بس ما عجبني اللون الابيض، اخليه اسود. اوكي راح اخليه اسود، احس انه احلى. وهاي راح اخليها بالاخضر، يعني لون فاتح اكثر حتى تبين. يس هيجي احسن، احلى احلى من الابيض. فكتبوا بالتعليقات هل كنتوا تدرون انه بهذا التحديث صرنا نقدر نستخدم هذا البلوزه؟ اكتبوا التعليقات. السر اللي بعده، السر يا اصدقائي هو عن انه التفاحتين ذني الاثنين، في هاي التفاحه الصغيره راح نقدر انه نستخدمها نفس ما تشوفون. هذا التفاحه يا اصدقائي كلش عجبتني، وهم تقدر نستخدمها بثلاث حركات، يعني نقدر نخليها كذا يعني فوق، او مثلا نقدر نستخدمها بوضعيه مختلفه يعني كانه الشخصيه دا تاكلها، او نقدر نستخدمها بالذراع اليمنى. في اصدقائي صراحه انا حبيت هاي الوضعيه حتى احلى، يعني كانه شخصية دا تاكل فايب. والله هي كل حركات حلوة، حتى هاني اكثر هاي همات احبها، يعني هن كلهن حلوة تمام. فهو هذا السر الثاني مال التفاحة، نقدر انه نستخدم تفاحة، هذا الشيء كلش حلو. شوفوا ادرسوا بس يعني صايرين ينزلون اشياء نقدر ناخذها ويانا، مثلا هسه قبل كانوا حاطين كود مال القطة، فهذه اصدقائي ما ادري اذا لحد الان اشتغل الكود، لكن روحوا شوفوا الفيديو الكودات، يعني احتمال لسه تشتغل اتوقع. فايب وهسه نقدر ناخذ تفاحة، وهم تقابل نقدر ناخذ دوب، ويعني فشي حلو صارين دريسون بريس ينزلون اشياء نقدر نكمشها، يعني مو فقط حقائب او جوال او سماعات مدري ايش. فيبي اصدقائي لذلك حاسين ان الوضع كلش حلو هيجي. وياس هذا هو السر الثاني. السر اللي بعده اكو شي مو الكل لاحظه اللي هو موجود في الفستان الجديد، فتعالوا اراويكم اياه. نايس. اللي الشي اللي بعده، شايفين هذا الفستان؟ كان في هيك مثل اكسسوار في الاقدام. المهم خليني اراويكم عن قرب. ويت خليني اراويكم هيك شيء عن قريب حتى تشوفونه واضح. نقرب. اوكي قاعد تشوفونه شيء غريب، ما ادري شنو هذا اصلا، يعني ليش ممكن واحد يحطه هنا؟ اوكي ولكن نقدر نتحكم هم اكيد بالالوان ملاته، فنقدر مثلا ويت هذا صار اسود. يب شوفوا احسه حلو لو كان اسود، ونقدر مثلا نخليهم باللون الاخضر
ولكن افضل الاسود. يب الاسود احس احلى، راح ابقي حاليا. اوكي، وطبعا التفاحة اكيد نقدر نسبغها، يعني مثلا اذا ما حابين اصفر تقدروا تحطوا احمر، فيا احس انه الشيء كلش حلو. فالنسبة تشوفون سويتها حمراء، ولكن افضل اخضر لان حاليا تحديث برات وكل شيء اخضر، فلازم نحطها اما التفاحة. اوه بالغلط وخرت هذيك، ويت وخرت هذيك بالغلط، ثواني هسه نرجعها وخلي هذه اسود. يا شوفوا حلو، يعني ما ادري شوف فايدته بالضبط، بس يا حلو. هسه نشوف الشيء اللي بعده، اللي هو اكو اشخاص ما ركزوا على وجود هذه النظاره الموجوده في البلوزه. انا صراحه اول ما نزل التحديث وكنت شفت بس البلوزه، بس بعدين ركزت انه في نظاره بس ما مبينه. شوف يعني واحد الا يركز يلا احس فيها، فخلونا نستخدمها. طبعا هاي كلش احب هاي النظاره، انا جربتها وصدق حلوه. نقدر يا اصدقائي نتحكم بها، يا اما نحطها فوق الراس او نحطها يا معيونه. انا افضلها فوق الراس واخلي اطارها اخضر واغمق اللون. ويتي هب قاعده اغمق خلاص. فشوفوا اضافه كلش حلوه الصراحه، يعني انا كلش حبيتها، فهذا واحده من الاسرار الحلوه والاشياء اللي تجنن صارت في تحديث البرات فقط. فيا سلام صراحه كلش احب هذا التحديث برات، يا سلام حرفيا كلش حبيت التحديث، سوالف تجنن وحتى الاشياء اللي نزلت وياه تجنن واشياء مجانية، يعني حرفيا تحديث البرات شيء كلش حلو صار في دريس اند بريس. فيلا هسه خليني اقول لكم على السر اللي بعده، اللي اتوقع يعني كلش قليل ما عندكم يعرف بي. اوكي، ولحد الان ما فهمنا شنو قصة هاي برات، انا اتس ذا سيم بس ذير از 3 مور سونجز سو اتس نوت، يعني حرفيا كلش ما افتهمت. اوكي فخلينا هسه نضغط، شوفوا راح نضغط عشوائي على هذه الصور الموجوده مكتوب بها بميسنج، راح نضغط عشوائي من ناجا ولا يس هذا هو. شوفوا هذه الاظافر، شوفوا الاظافر حرفيا غريبه، جنب طويله كلش. شوفوا او ماي جاد شنو هذا الاشي اللي يحطون اظافر بهذا الطول، او ماي جاد حرفيا غريب. خلينا نوخرها، شوفوا هي الاظافر طبيعيه هيجي، بس لو نضغط على الصور او تحت هاي الصورة حط هاي الصورة شوفوها، لو نضغط تقريبا تحتها راح يطلع لنا هيجي شلون مثلا اصفر. هو ضغطوا عشوائيات على الصور وراح يطلع لكم فقط الصور الجوه. اوكي فحصلت على الاصبع مرة يا اصبع قصدي اظافر، حتى هنا مكتوب يا اصدقائي انه هي نيلز، يعني ما حاطيكم مثلا شكلها او فتشي، مجرد كتابة، شيء غريب صح؟ فهذه واحدة من الاسرار اللي انا لتقي لكم اياها سابقا بس نسيتها، ولكن انا زينة جتي بوقتها حاليا. فيب وحطيت لوك البرات، فدري ليش، يعني هي تعرفون الملابس تكون جريئة كذا والوانها اخضر واشياء مثل هذه، فتحسون انه اظافر هذه تلوق للتحديث. فيب سو كتبوا التعليقات رايكم بالموضوع، وتقريبا خلصنا كل شيء، سولفنا عن النظاره وهالاشياء والتفاحه والبلوزه ويا تقريبا هذا كل شيء. فياب كتبوا التعليقات شنو رايكم، وهل اكتشفتوا اشياء ثانيه؟ كتبوا التعليقات حتى اسوي لكم جزء ثاني اذا كان في اخبار ثانيه. اوه هذه البنت تقيم، خليها تقيمني. اوكي هو مو مبين، ويت واخذ يا بنت خل نشوف ايش قد راح تعطيني. اوه 10 شكرا شكرا شكرا، اوكي اعطتني 10 جايز حلو. اوكي حطيت هذا الايموجي، هذا الايموجي كلش احبه مال الورده. يب فهسه خلونا ناخذ هذه الفلوس وبعد خلونا نختم الفيديو. سو حطوا لايكاتكم وشيك في القناه، ونفس ما قلت لكم اي شيء انتم ما اكتشفتوه اكتبوا لي تعليقات، نسوي لكم الجزء الثاني عن الاسرار مال تحديث البرات. فيب حطوا لايكاتكم وشيك في القناه، وبس باي باي احبكم واشوفكم بالفيديو الجاي.